مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الدين والحياه. بنحاول دائما من خلال هذا البرنامج نكون حلقه وصل ما بين الدين والحياه. ازاي من خلال تعليم ديننا نقدر نعيش حياه سليمه وصحيحه ربنا يكون راضي عننا فيها وتكون حياه مباركه. وكمان من خلال حياتنا اللي احنا عايشين فيها نقدر ان احنا نخدم ديننا. من خلال الدين والحياه بنكون ايضا حلقه وصل ما بين الناس اللي محتاجه الخير، الناس اللي مش عارفه تروح لمين عشان تطلب هذا الخير باوجه مختلفه، والناس اللي عايزه تقدم الخير والقادره عليه، سواء من خلال اخراج زكاه مال، من اخراج صدقات جاريه، ومش عارفه تثق في مين، مش عارفه تدي فلوسها وخيرها لمين. اذا نجحنا او فشلنا من خلال هذا البرنامج يكون متوقف على حضراتكم مدى مساهمتكم الإيجابية مدى المشاركة الفعلية من خلال المشاركة والمساهمة في صورة إنجاز ما يتم عرضه على حضراتكم بالصوت والصورة النهاردة معانا موضوعات كثيرة بس خلونا في البداية نرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد وهدان من علماء الأزهر الشريف أنا بيجي دكتور وهدان أهلا وسهلا مرحبا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأسأل ربي عز وجل لمصرنا الغالية وللعالم كله إن شاء الله الامن والامان والتوفيق والسداد ان شاء الله. ان شاء الله. زي ما تعودنا في الدين والحياه دايما بيكون في قضيه اجتماعيه بتهمنا ودائما بنتكلم عن الطلاق وان الطلاق بينتشر بشكل كبير جدا جدا مش بس في مصر في المجتمعات العربيه كلها بل ان الطلاق نفسه اصبح عدده أكتر من عدد الناس اللي بتتجوز. النهارده مش هنتكلم عن الطلاق، النهارده هنتكلم عن الزواج. ليه دايما لما بنيجي نتكلم عن الزواج يقول لك ما هم لما بييجوا يتجوزوا مش عارفين يعني ايه جواز مش عارفين يعني ايه شروط المفروض ان احنا نمشي عليها كتالوج نطبقه في حياتنا واحنا بنختار الطرف الاخر النهارده في الفقره الاولى من حلقتنا النهارده هنتكلم عن الزواج شروطه هل لابد من وجود تكافؤ ما بين الطرفين ولا لا واللي بيشجعني اطرح هذه القضيه عاطف الكريم انه كان بيقدم برنامج ناجح اجتماعي على مدار سنوات عديده اسمه هتجوز دكتور وهدان إشمعنا بقى في البدايه كده هتجوز وطلعت من البرنامج ده بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانه خلقنا ورزقنا واعطانا خيرا على قدره وطلب من العباد ان يشكروا الله عز وجل على قدرهم. نشكر ربنا ازاي دكتور احمد بجمله مكونه من كلمتين هما الحمد لله اول كلمه قيلت في الوجود. نطق بها ادم عليه السلام. وصلاه وسلاما يليقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى <applause> اله وصحبه اجمعين. الامي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الامل في قلوب البائسين. تقول عنه كتب السيره كان النبي عليه الصلاه والسلام فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليله البدر يبدا من لقيه بالسلام ويتحدث بجوامع الكلم لا قصور فيه ولا تفضيل. اللهم صل على الحبيب وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فالزواج نظام عظيم لا قبل بقى كمان الزواج كان يعني برنامج هتجوز اه ما يعني آه انا آه عايز يعني يعني البرنامج نفسه في البدايه قبل ما اتكلم عن البرنامج كان في قناه الناس وكان سنوات خد سنوات طويله جدا طلعت منه بايه يا دكتور؟ طلعت منه بنتيجه مهمه جدا لو اقولها حياتك وهي ان الزواج نظام عظيم لا يفسده الا المتزوجون اما م. ان الزواج نظام عظيم فلان اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى اما احنا فما بنمشيش على منهج ربنا اللي عمله لنا في مساله الزواج. الزواج هو اللي ربنا اللي عمله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ربنا ما قالش لتسكنوا عندها. يعني خلقت تيجي تقول لنا كده ان ربنا ما قالش لتسكنوا عندها لان ربنا لو كان قال لنا لتسكنوا عندها واحد لكان السكن ماديا ساعه ثلاثه وتمشي. لكن ربنا لما يقول لك لتسكنوا إله يعني يعني الزوج يعود وهو مرهق ومتعب من عناء العمل وزحام المواصلات وما الى ذلك فتقابله الزوجه بابتسامه حنيه فتخفف عنه عناء ومتاعب الدنيا. ده المفروض يعني. ده المفروض ثم الله تعالى أه وجعل بينكم موده ورحمه. النتيجه اللي خرجت بها من تقديم هذا البرنامج ان ما فيش راجل وحش وان ما فيش ست وحشه. لكن المشكله يا دكتور احمد ان في راجل ما عرفش مفتاح مراته وست ما عرفتش مفتاح جوزها. كل زوج له مفتاح. يعني كل طرف من الطرفين له مفتاح ما, ما فيش اه يعني ما في نقولش ابدا زوج ده سيء ولا الزوجه دي سيئه. ما فيش حد سيء. طب وكل... تعرف المفتاح ده امتى يا دكتور؟ ما هو الم... اذا عرفت المفتاح هتحياه سعيده امينه مطمئنه. اذا ما عرفتش المفتاح هتبقى مصيبه ولازم تقعد تدور عليها. في ست مفتاحها امها. إن دايما تحب تقعد عند امها وتتكلم عن امها وتعزم امها وما الى ذلك. ماشي. مم. في ست مفتاحها ده هات في المفت... اه عايزه ده طب اللي مش قادر يجيب الذهب بقى هي دي المصيبه ما هي دي ما انا لك اهو في ست مفتاح ده المشكله ايه؟ لو معاك فلوس مفيش مشكله بقت مشكله امتى؟ لو انت ما معكش فلوس عايز فلوس زوجه ماديه يعني اه اه ممكن مم. في ست مفتاحها آه ابنها في ست مفتاحها عمها كل واحد له مفتاح فاذا عرف المفتاح وده القران اتكلم عنه. طب والراجل بقى برضه لازم نقول مفاتيحه ايه عشان ما برضه الست برضه آه. عارفه مفتاح جوزها. الراجل بيبقى مفاتيحه ايه بقى؟ مفتاح جوزها انه بيحب اكله معينه تعملها له، بيحب طريقه معينه تعملها له، بيحب لبس معين تلبسه له. كل واحد فينا له مفتاح، تختار الوقت المناسب لما تحب تكلمه او تطلب منه فلوس. اللي بيعمل مشكله من الزوج ومراته مثلا ان بتطلب منه فلوس على طول. لكن هي لو اختارت الوقت المناسب وعرفت مفتاحه امتى بعد ما ياكل ويشرب وكويس كده وتنها قاعده جنبه ربنا يخليك لينا محتاجين كذا لكن اول ما دخل الحق هات كذا الحق محتاجين الحق ما عندناش ده بيترتب على هذا خلل في منظومه المجتمع طب المفتاح ده يا دكتور بيبقى محتاج خبره يعني محتاج وقت معين محتاج معاشره بتعرف ازاي لا المفتاح <applause> محتاج حاجتين اتنين مفتاح تقوى الله سبحانه وتعالى واختيار صح من الاول واما اي واحد عايز يتجوز بنت لازم قدامه حاجتين اتنين لازم استشارة واستخارة والبنت برضه لما يجي لها عريس قدام منها حاجتين اتنين استخارة واستشارة استخارة اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا اياها في حديث سيدنا جابر الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا صحيح. الاستخارة في الامور كلها يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك وحدك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان انت علام الغيوب ان هذا الامر خير لي فوفقني اليه وان هو الزواج يعني وان كان شر فاصرفه عني واصرفني نعم. عنه، يبقى لازم استخاره واستشاره، استشاره مين بقى؟ اهل الحل والعقد اللي هم المتخصصين في كل مجال طب في بعض يقول لك انا عملت استخاره برضه في البدايه وما حسيتش بحاجه خلاص يعني ما يبقى اكرر الاستخاره يبقى انا اكررها مره واثنين وثلاثه آه. طب ما حسيتش بحاجه بقى اخر مره اعمل استخاره واما السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الخاطر اللي يجي في وداني هو ده الصح اعمله اقدم على هذا العمل مم. او لا اقدم على هذا العمل يبقى في البدايه هي مساله الاستخاره آه. النقطه الثانيه الاستشاره استشير مين بقى استشير الناس المتخصصين استشير حد حد مؤتمن استشير قريبي الكويس استشير بابا استشير ماما استشير اي حد استشير عالم استشير اي حد لان الزواج رق فلازم مم. الواحد يختار لبنته حد كويس وسيدنا النبي قال لنا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه طب المش... ايوه الجواز بيكون بالعقل ولا بالقلب من الاخر بقول لك السؤال من الاخر من الاخر من, آخر من بالاثنين الاثنين مع بعض العقل والقلب مع بعض ما ينفعش تجوز واحده بقلبك بس وما ينفعش تجوز واحده بعقلك فقط حس زي بس هنطلع في فاصل مشاكل كرام وراجعين عشان نعرف كمان اغرب المكالمات التليفونيه اللي وردت لضيف الكريم حول الزواج فتابعونا بعد الفاصل رجعت لكم بعد الفاصل وزي ما قلنا في حلقتنا النهارده بنحاول دايما نكون حلقه وصل ما بين اصحاب الخير والناس المحتاجه الخير وبعد قليل هنقول لكم بقى بعض التقارير اللي وردت لينا من بعض أهلنا المحتاجه مساعدات حضراتكم. نعود مره اخرى للموضوع اللي كنا بنتكلم عنه وهو الزواج. يعني كل مره بنتكلم في الطلاق لا المره دي خلينا نكون ايجابيين اكتر ونتكلم عن الزواج ونعمل ايه في حياتنا علشان ما نصلش في النهايه الى الطلاق. ضيف الكريم كنت سالته سؤال قبل الفاصل نتجوز بالعقل ولا بالقلب؟ نشوف بقى تاني بيقول لنا ايه بيقول لنا الاثنين مع بعض يعني ايه الاثنين مع بعض يعني يعني برضو افكر عندما اختار واحده اشوف انا بختار فين اشوف انا بحط رجليا فين اشوف اسرتها اشوف عائلتها ما فيش حد يقول لك انا مثلا انا هتجوز البنت دي واخدها من عيلتها سيئه او ناس سيئين مش مشكله م. المهم ان انا هي دي هتبقى كويسه وابعدها عنهم لو بعتها عنهم يبقى حرام عليك يبقى لازم هتحتك بيهم يبقى هيترتب على هذا انك هتروح لازم تشوف خال ولادك ده هيبقى شكله لازم حماك ده مراتك هتزعل منك لازم هتروح له عنده م. هو هيرجعها لك ولا لا هيبقى عادل ولا لا هيبقى حكم عدل ولا لا حاجة <applause> <حيب تصفيق> بقى ان الجواز نسب يعني زي كوباية اللبن كده أيوة اي شيء ده أيوة أيوة عبد لازم يكون و... لازم يكون في تناسب لازم يكون مم. في تناسب بين الـ الـ الزوجين واعتقد انا بقدم برنامج هتجوز واجهتني يعني اسئله كثيره جدا وموضوعات غريبه جدا زي ايه من اهم الموضوعات اللي واجهتني ان حد اتصل بيا وقال لي مراتب تضربني يا بيه على الهوا مراتي بتضربني يا بيه. مش عارف اعمل لها ايه؟ قلت له يا بتضربك ازاي؟ ازاي تمددها عليك؟ يعني م. انت خليك قوي شويه. هو كان المعتاد ان الست اللي بتشتكي جوزها آه بيضربها. اه اه ما ده كان يشتكي م. ان الزوجه التي تشكو من ان زوجها هو اللي بيضربها. فده بيتصل بيقول لي انا أوه. مش عارف اعمل ايه؟ مراتي بتضربني، قول لي اعمل اتصرف ازاي؟ اه يقول لي اتصرف ازاي؟ قلت له انت ازاي تسمح لها بتضربك بالظبط قال لك ايه بقى؟ قال لي قال لي ازاي تسمح لها تضربك؟ قال لي يا بيه قويه، ست قويه. قلت له انت كمان انت قلت له اتعامل معاها بما يرضي الله، قال لي اعمل ايه يعني؟ قلت له يا اخي اهجرها في في المضجع، قال لي احسن حاجه عندها، تبقى مبسوطه وسعيده جدا. قلت له ربنا يعني شايف أجل. ان برامج الزوج بتضرب الزوج في امل في الاصلاح؟ يعني لا أنا مش... يعني ما اعتقد مساله صعبه جدا ما فيش امل م. في الاصلاح لا م. الزوج الخطا ليس خطا الزوجه، الخطا هو خطا الزوج الذي سمح لزوجته ان تضربه او او هو سمح لنفسه ان يضرب قدام ولاده كمان تخيل وربنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالرجل القوامه مش فتونة مش عافيه لكن القوامه يعني انه قوامة عليها انه مسؤول عنها انه بيحللها مشاكلها طب السؤال برضه في سيده فاضله بتقول لي بتقول لي هتتكلموا في الموضوع ده طب بما انفقوا طب الست اللي بتنفق بقى هل مع كده القوامه بتنتقل للسيده لا القوامه لا تنتقل مرة على القوامه بالانفاق الاصل المراه الاصل انها هي لا تنفق على الزوج وانما زوج الذي فإذا أنفقت فإذا أنفقت لا تنتقل القوامة إليها على الإطلاق ليه؟ إذا فقط تتفضل منها وتكرم منها هي غلطتها من الأول لو الست متجوزة راجل وأنفقش عليها ده يبقى آثم لا في, في الظروف اللي إحنا فيها دكتور صعب دي قرب راجل من الست دي لا بس لا دي قرب يعني من الست يا دكتور يعني أحمد هذا كرم من السيدة المرأة المصرية العاملة ليس من حق الزوج أن ياخد مرتب مراته مرتب مراته يحر فيه تنفق على اولادها تديله لاهلها هيرد عليك ويقول لك ان هي, هي سايب العيال طول النهار وسايب البيت يضرب يقلب عشان تروح تشتغل عشان في الاخر خلاص ماشي يا سيدي انا اعلم ان الزوجه المصريه سته عظيمه جدا تمام وانها بتنفق يعني لو ابنها احتاج حاجه هتجيب له مش ممكن مش هتجيب له لكن إذا إذا الاصل خلينا نتكلم في شرع ربنا الزوج والمجلب بالانفاق طب اذا الراجل اترفد الراجل عيي قعد في البيت والست مشكوره نزلت اشتغلت هل هنا بقى بما ان القوامه مرتبطه بالانفاق <سي> لا السيده لا لا الفاضله لا لا. هي القوامة, القوامة هل تنتقل القوامة؟ لا لا <سيطر> ليه؟ <جد فعلا. سيطر> لا علي لان ربنا قال هو الحسن مسألة عندنا في القرآن العظيم الرجال قوامون على سائل بما فضل الله بعضهم على بعض مش بالإنفاق بس يعني الرجل هو القوامة على المرأة ليه؟ لأن ربنا إداله عقلية يفكر بعقلانية أكثر من المرأة المرأة فيها عاطفة أكثر من الرجل وبتنساق وراء عاطفتها صحيح السيد في ستات طبعا أظلم يا الرجل لكن الرجل له له ربنا اداله القوامه وهو اللي ربنا له ليه؟ ان هو فضله الله سبحانه وتعالى وبالتالي سواء انفق الزوج او انفقت الزوجه قد فرحتك فالقوامه للرجل ولا تذهب منه ابدا والرجل اللي بيدي القامه لست او المراه يعني طوام للرجل حتى لو هي اللي بتنفق حتى لو هي اللي بتنفق زي ما يقول لك مثلا ايه اه طلقني او انت المراه تطلق نفسها من من من, من زوجها يعني مش بتقول روح انت طالق زي ما بيحصل في الافلام ده غلط لكن هي بتقول طلقت نفسي منك بناء على يعني ايوه العصمة نعم بناء على التوكيل الصادر منك ليه يعني هيك برضو قلت كلام في منتهى الخطوره ممكن على السوشيال ميديا يعملوا عليها مشكله هيك بتقول لي ايه بتقول لي ان لازم يكون هناك تكافؤ اجتماعي ما بين الطرفين، وان العريس لما يروح يشوف خالها وعمها ومستوى الاجتماعي، بس احنا دينا في في امثله كثيره ما شفناش ده، شفنا ان كبيره السن بتتجوز الصغير، شفنا ان الغني بيتجوز الفقيره، شفنا ان يا سيدي انا لا اتكلم آه على الكبر ف... ولا على السن، آه انا اتكلم عن الكفاءه في النسب نفسها اللي هو مرتبط يعني في المستوى الاجتماعي في والمستوى الاجتماعي،, الاجتماعي. طب يعني اذا جدا مطلوب أي بس, بس يعني ينفع يا دكتور احمد ان استاذه في الجامعه مثلا تروح تتجوز العامل اللي في الكليه؟ ماشي هو شرعا يجوز ما ده الدين, الدين, الدين ما حرمش ده ده ما حرمش الدين ما ده لكن هتبقى حياه مش متكافئه يعني احنا عايزين يعني الدين بيقول السعاده الزوجيه انهم يعيشوا سعداء عشان يعيشوا سعداء مش ممكن مش هينفع الاثنين هيبقى تفكيرها مختلف عن تفكيره خالص في هذا في هذا الاطلاق لكن الاسلام على كل حال لم يحرم ذلك لم انت يحرم ذلك مستوى ولكن احنا عن المستوى الاجتماعي الان نعم. وظروف الاجتماعيه الان طيب الواحد اه لازم يتجوز اه واحده اه تليق يا دكتور يعني برضو بيجي لنا تساؤلات كثيره جدا يعني بيقول لك انا شاب عندي 35 سنه وكان في سيده فاضله عندها 70 سنه قالت لك انا غنيه ومش عايزه اجوز يكون بيشتغل انا همسكه شغلي عايز اتجوز شاب صغير لا يمنع اذا قبل لا يمنع. اذا قبل الزواج هو ايجاب وقبول حققت مفيش أوه. مشكله حتى فرق ك... السن ده بيؤدي الاستقرار ولا ما فيش مشكله في هذه الحاله مم. خد براحتك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه تزوج من السيده خديجه كان عنده 25 سنه وهي كان عندها تقريبا 40 سنه ومع ذلك كانوا اسعد زوجين مم. المساله بتوقف على الرجل والمراه هو يقدر يحتويها ولا لا يقدر مم. يتعامل معها بما يرضي الله ولا لا هو مال يعنيها ولا لا؟ هي مال يعنيه ولا لا؟ إذا كان كده أهلا وسهلا نتجوزهم، ما دام حلال وراحوا للمأذون والناس كلها عرفت وجوزوا على كتاب الله وسنة رسول الله أهلا بهذا الإيه؟ الزواج، وربنا لما قال لنا في الجواز بالذات حسمهن يا دكتور أحمد، قال لنا فنكحوا ما طاب لكم. ما قالش فنكحوا الجميلة أو الحلوة أو كذا، لا، قال فنكحوا ما طاب لكم، ممكن واحدة أنت تشوفها جميلة أنا أشوفها مش جميلة، م. مش كده؟ فانا بختار ممكن واحده سمره جدا نعم وواحدة آه يقول خدوا عليها عيني شوفوا بيها يعني, آه آه شوف آه يعني أنا هو ت... لكم نعم اللي حلت في عينيك انت اللي هتتجوزها نعم طب برضه النقطة مهمة جدا هي فكرة واحد نتكلم عن الزواج، موافقة ولي الأمر على الزواج. م. هل ده مرتبط أنها ثيب ولا بكر ولا فكرة لا ده في بعض المذاهب قالت إيه. إيه لك مش ضروري ما دام هي يعني قادرة وبتصفى على نفسها وبتعمل شوف رسول حسن صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيما أيوة امرأة تزوجت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. جمهور العلماء يرون لازم ولي. لو كانت بكر. لو كانت بكر. اه لكن اللي اللي لو لو كانت بكر كله 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 لازم كل بيقول يعني الساده إن... احنا فقط يقولون ان المراه اذا كانت متجوزه قبل كده يمكنها ان تزوج نفسها اه اذا كانت ثيب يعني اذا كانت ثيب من م. شخص تختاره هي بشرط ان يكون كيف لها طب متتجوز واحد بقى مش كفئ إليها وليه الامر من حقه انه حق يفسخ من الامر ان يذهب للقاضي وارفع القضيه وأفسخ هذا العقد نعم لكن م. المفروض أن أن يستشار ويتخذ رأي ولي الأمر ويكون موافقا وأي بنت بتتجوز دون عليها بتجيب لنفسها مشكلة كبيرة جدا، وعايز أقول لك حاجة مهمة قوي أي بنت لو بيعجبها راجل تعمل إيه وتتصرف إزاي؟ يعني تعمل زي السيدة صفراء ابنة شعيب لما ارتبطت بسيدنا موسى عليه السلام ذهبت لأبيها مم. وقالت له يا أبت إستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني عايزه تقول له انا مبسوطه بيه علامه اعجابها بيه انه كان قوي وانه كان ايه امين ما قلتلوش ايه انا جوزون الراجل ده لما جوزتهوليش هروح اتجوزه من وراك واعمل لكم فضيحه لا قالت له بطريقه التلميح لا بطريقه الايه التصريح الاب على طول فهم الرساله وزوج صفراء لسيدنا موسى يعني السلام يعني هي سمان. فكره بقى يعني اتجوز بنتك ومتجوزه ابنك يعني انت شايف ان لو في اب شايف ان واحد كويس يروح يتقدم له ويقول له انا شايفك عايز كويس لبنتي هذا يعني ممكن أوجب نوصل بال... لكده هذا من اوجب الواجبات على الامه الان. دلوقتي بقول لكل اب شايفني من فضلك ما تنكشفش تطلب لو لقيت واحد كويس لبنتك قول له تعالى يا ابني اجوزك بنتي. دلوقتي احنا عندنا عدد بنات كتير جدا ما بيتجوزوش وسوق الزواج بتواجه مشكله كبيره جدا فمش عيب ابدا لو لقيت حد كويس قول له تعالى يا ابني من فضلك تعالى اجوزك بنتي. ولا حرج في ذلك على الاطلاق شعيب فعل ذلك مع موسى عليه السلام يعني برضه مع اختلاف الاوقات يعني ظهر مؤخرا بعض البنات على مواقع التواصل الاجتماعي بتبدي رغبتهن في الزواج من الرجاله بتقول لك انا وصلت مثلا ل 29 سنه 32 سنه 40 سنه وعايز اتجوز واحد مواصفاته واحد اثنين ثلاثه حصل هجوم على فكره ان البنت بتعلن رغبتها في الزواج انت مع الموضوع ده ولا ضده شايف ان, إن الحياه ان البنت تعلن رغبتها في تطلع بصوت وصوره تقول انا عايز اتجوز حاجه هو شرعا عندنا القرية احتك من القرآن البنت اذا حبت ولد تعمل ايه تقول تعالى اتجوزني يعني اذا حبت احنا عندنا الشرع ارتبطت ده يعني. ارتبطت بيه هي ارتبطت عادين في الشغل مع بعض قاعدين في الشغل مع بعض وارتبطوا بنفسي آه. انا بحبك وهي بتحبني يعملوا قالي اتنين يتجوزوا لا هي تقول لولي امرها امم يعني الشرع بيقول كده تقول ليه بقى لان صفراء عندما ارتبطت بموسى عليه السلام ما راحتش قالت له من فضلك تعالى اتجوزني لا راحت قالت لمين لأبيها بطريقه التلميح زي ما قلت قبل كده يا ابا تستاجر ان خير من استاجرت القوي الامين مم. فالاب فهم الرساله وقال له تعالى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حي البنت المؤدبه المحترمه مم. ما, ما, تروحش تجوز مرة اهلها تلمح لابيها والاب طب أقول لك انا ما اقدرش اقول لبابا يبقى نقول لماما مش كده الرسول قال امروا النساء قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح امروا النساء في بناتهن نعم خد بالك يعني الأم عندها أسرار بنتها فكل أم عندها سر بنتها فالبنت ممكن تقول لأمها إذا انكسفت إنها تقول لوالدها وبالتالي ممكن الأب يستدعي هذا الابن الشاب ويقول له تعالى أجوزك بنتي ولا حرج في ذلك على الإطلاق ولا عيب في ذلك على الإطلاق وأرجو من الناس إنهم ممكن يعملوا كده هذه الأيام نعم طب احنا زي ما قلت في البداية هذه الموضوعات بتبقى موضوعات مهمة جدا لابد إن احنا نضع النقاط فوق الحروف ونكون مشرب جراح حتى نعالج هذه المشكلات الاجتماعية اللي مش بس هنا في المجتمع المصري بنعاني منها لا المجتمع العربي كله بيتكلم في الزواج والطلاق هنطلع فاصل سريع راجعين بعد الفاصل على طول نشوف طلبات حضراتكم ايه وبطلوا من حضراتكم ان انتوا تساعدونا وتساهموا بشكل كبير عشان نؤدي رسالة اعلامية ناجحه فمنتظرين مساهمات ومساعدات حضراتكم تابعونا بعد الفاصل فابقوا معنا حتى النهاية بنكون سعداء لما بنكون ايجابيين ايجابيين بمعنى ان بيجي طلبات من كثير من المحافظات علشان ان نعرض لحضراتكم الصوت والصوره مطالب الساده المواطنين معانا النهارده مطلب من اهالي دمياط بمنطقه المستثمر الصغير والخاص بمسجد السيده زينب هذا المكان مساحته 1250 متر المفروض اللي بيتم فعلا وهنشوفه مع بعض بعد قليل الصبة الخرسانية بتتم عارفين مع ارتفاع الأسعار الحديد والأسمنت والطوب والعمالة كل ده محتاجين مسامات سريعة حتى يتم الانتهاء بسرعة من هذا المسجد اللي مقام على 1250 متر في منطقة سكانية مزدحمة هذا المسجد هو الوحيد الموجود في المكان ده امام جامعه دمياط الجديده هشوف مع بعض سريعا الصبه الخرسانيه وهي بتتم وتشوف مع بعض الاسمنت والرمل والطوب كل ده محتاجين بسرعه الانتهاء منه حتى نلحق رمضان ونصلي فيه كلنا ان شاء الله في شهر رمضان الكريم تعالوا مع بعض نشوف الصبه الخرسانيه وهي بتتم بمسجد السيده زينب بدمياط الجديده بمنطقه المستثمر الصغير امام جامعه دمياط شوف مع بعض راجعين مع حضراتكم اتفضلوا الميزه اللي احنا شفناها مع بعض واحنا بنشاهد الصبه الخرسانيه وهي بتتم بالفعل والخاصه بمسجد السيده زينب بمنطقه دمياط الجديده منطقه المستثمر الصغير امام جامعة دمياط الجديده ان بالفعل في انجاز مش لسه بنشوف بقى الجامع فعايزين قايل السقوط فنهد الجامع فنبني الجامع لا ده بالفعل خلاص الناس كلها امل في حضراتكم ان احنا يبقى في انجاز سريع عشان يلحقوا شهر رمضان الكريم ويصلوا فيه زي ما انتم شايفين في الجو ده عدم وجود جامع الناس تصلي فيه سواء في حر الصيف او في الجو البرد في الشتاء بتبقى فيها مشكله، يعني وشفنا في التقرير واحد بيقول انا يعني كنت عند ناس قرايبي علشان اصلي في اقرب جامع دفعت لي 100 جنيه مواصلات. ده قبل ما نتكلم بقى عن زكاه المال والصدقه الجاريه واشمعنى الجامع، خلينا نتكلم عن المسؤوليه، مين المسؤول عن ان مسلم يروح يدور على جامع يصلي فيه في نفس المنطقه يدفع له 100 جنيه مواصلات. مسؤول مسؤول الدكتور ودان في البداية في الحقيقة بارك الله فيك دكتور أحمد كلنا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى المسؤولية هنا جماعية والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمسؤوليه جماعيه يعني الدوله تحاول ان تبني مساجد في حدود طاقتها لكن الدوله لا تستطيع ان تفعل وحدها كل شيء لابد من الجهود الشعبيه لازم الناس الاغنياء لهم حق طبعا عليهم ان يدفعوا زكاه اموالهم لتعمير بيوت الله سبحانه وتعالى عملا بقول الله سبحانه وتعالى وفي وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وده وجه من من وجوه الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وربنا آدنا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين، فالمسؤوليه يا دكتور احمد جماعيه كل الناس الاغنياء اللي عندهم فلوس وما بيطلعوهاش ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى هيسالهم ربنا سبحانه وتعالى لازم يطلعوا زكاه مالهم والزكاه بتنمي المال، ناس بتظن ان اخراج الزكاه بيقلل من اصل المال، لا والله الزكاه بتبارك المال وتنميه، قال الله سبحانه وتعالى في القران العظيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم خذ من أموالهم صدقة هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله أن يأخذ من, من الأموال اللي عنده فلوس اللي عنده مال توفر فيه النصاب وعد عليه حول أو سنة هجرية وجبت فيه الزكاة طاعة لله سبحانه وتعالى فاحنا كلنا يا دكتور أحمد مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا المسجد وشيء يحزن جدا فعلا ويزعل أن تجد واحد لك دفعت من جنيه عشان أروح أصلي في مسجد طبعا يعني يا ربنا سبحانه وتعالى في ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي فكلنا مسؤولون امام الله سبحانه وتعالى طب خلينا برضو احنا نتكلم عن زكاة المال والصدقات الجارية حيك قلت ضروري جدا ان احنا نهتم باخراجهم ولكن بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة ايه اللي خليني اروح احط فلوس في مسجد وانتهي من بناء بيت من بيوت ربنا عن اي عمل خير اخر والله هو و... المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى في الارض وده بيت ربنا سبحانه وتعالى فأنت عندما تخرج زكاة مالك لبيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يبقى أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى وإذا أحببت ربك سبحانه وتعالى أكرمك الله سبحانه وتعالى وده وجه من أوجه الخير واحنا عندما نتأمل في القرآن العظيم يا دكتور أحمد نجد أن الله سبحانه وتعالى حدد أصنافا ثمانية تصرف لهم الزكاة نعم فقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعني أرجو أنك تتأمل بند رقم اللي هو بيقول لك إيه في سبيل الله في سبيل الله في إنشاء مسجد في سبيل إنشاء مسجد في أي مشروع من مشروعات الخير كل دي في سبيل تدخل بند في سبيل الله سبحانه وتعالى فاللي عنده مال أموال طلع الزكاة يجوز له أن يخرج الزكاة في إنشاء الم... مسجد يجوز له ان يخرج الزكاه اللي ده ترمبه ميه يجوز له ان يخرج الزكاه لمشروع تحفيظ القران الكريم يجوز له ان يخرج الزكاه في اي عمل فيه خير يدخل بذلك في بند اسمه في سبيل الله سبحانه وتعالى وربنا قال لنا سبحانه وتعالى العظيم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين بكرة ما لناش وما انفقتم من مال او كذا لا شيء يعني اي حاجه انت بتطلعها حتى الكلمه لك بها عند الله سبحانه وتعالى صدقه، قال عليه الصلاة, عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اتقوا النار ولو بشق تمره، يعني شق تمره؟ نص تمره، فان نعم لم تجدوا فبكلمه طيبه، يعني الكلمه الطيبه لك بها عند الله صدقه. نعم يعني افهم من كده مش لازم فلوس وبس لا يعني معنى كده بتكلم هنا وبناش رجال الاعمال وهم كتير واهل الخير كتير اللي عنده مراوح موكيت طوب واسمنت اخشاب محتاجين ابواب محتاجين ادوات صحيه عشان في دورات مياه موجوده في هذا المسجد بس خلينا برضو نتكلم عن اهميه وجود المسجد في حياتنا ايه؟ يعني دور المسجد في حياتنا كمسلمين ايه يا دكتور؟ والله شوف المسجد عبر التاريخ كله هو دار, دار السلام ودار الايمان ودار الاسلام ودار تعريف الناس بربنا سبحانه وتعالى ودار ان الناس فيه بتجتمع فيه كلها اللي لما اصلي جنب فلان واتعرف على فلان فاسال عنه ويسال عني فلما مؤمنين يبقى يتحقق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى فالمسجد بيؤدي رساله عظيمه جدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول اول ما وصل هاجر من مكه الى المدينه اول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو انه انشا المسجد النبوي المبارك صلى الله عليه وسلم لان المسجد دور عظيم جدا يجتمع فيه الناس للصلاه يتم فيه القاء محاضرات ودروس للناس كان دارا للعبادة ودارا للسلام ودارا للإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل وفد الوفود كثيرة جدا في مسجده صلى الله عليه وسلم جاءت مؤمنة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين درجة <applause> أن التاريخ يروي لنا في أنصع صفحاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل وفد بني تميم في المسجد النبوي جوه الجامع في المسجد النبوي وبعدين لما فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله رضي الله عنه أمر عليهم فلانا عين عليهم فلان يبقى أمر عليهم جوه المسجد فرد عمر وقال لا يا رسول الله بل أمر عليهم فلانا وتماريا حتى على صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كاد الخيران أن يهلك الخيران هما بكر وعمر فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يعني لا تقدموا يا دكتور أحمد يعني لا تفتئتوا على الله يعني لا تصدروا أحكاما قبل أن يصدر الله سبحانه وتعالى الحكم هذه الآية نزلت على الرسول لا في قلب المسجد، فكثيرا ما كانت الايات تنزل في قلب المسجد لتعلم الناس السلوك الصحيح في التعامل مع رسول الله صلى نعم. الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، عشان كده المسجد بيؤدي دور مهم جدا لخدمه المجتمع، واذا وجدت امه فيها مسجد وفيها حكيت فيها الاذان الله اكبر الله اكبر ودي صيحه عظيمه جدا الله خلق هذا الكون من اجل توحيده ومن اجل كلمه واحده لا اله الا الله كما قال تعالى فاعلم 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 م. أنه لا إله إلا الله آه إذا ضيف الكريم بيقول إحنا كلنا مسؤولين عن إتمام آه هذا المسجد بس خلينا برضو نتكلم في نقطة آه مهمة آه وجود دار لتحفيظ القرآن الكريم في هذا المسجد أهميته إيه؟ احنا النهارده بنشتكي من الاغتراب تجاه لغه القران الكريم واللغه العربيه النهارده العوده مره اخرى الى دور الكتاتيب بتاعه زمان دار لتحفيظ القران الكريم في هذا المسجد يا دكتور ده اهميته ايه بالنسبه ده شيء مهم جدا وضروري جدا اذا اردنا ان نقضي على التطرف ونقضي على الارهاب ونقضي على الافكار المتشدده فعلينا ان نحفظ اولادنا القران الكريم إذا أردنا لأولادنا أنهم يبقوا عناصر نافعة في المجتمع ينفعوا مجتمعهم الأول وينفعوا أنفسهم بعد كده ويبقوا شيء مذكور في هذه الدنيا فعلينا أن نحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى يعني الش... السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا حريصين جدا على تعليم أولادهم في الكتاتيب نعم والذين تخرجوا من الكتاتيب كانوا أساتذة في مختلف التخصصات وكانوا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ومن لكن انت... لماذا انتشر بيننا التشدد والتطرف والافكار الوافده علينا من الخارج لاننا اهملنا الكتاتيب فمهم جدا ان احنا نعمل كتاتيب لتحفيظ اولادنا القران العظيم يا دكتور احمد ابنك لما يحفظ القران هيعرف يتكلم كويس هيبقى طبيب كويس هيبقى مهندس كويس هيبقى صحفي كويس هيبقى مذيع كويس هيبقى عنده حياته حتى حياة آمنة لانه هيبقى ماشي على منها على كتاب الله سبحانه هيعرف يعامل زوجته معامله طيبه، هيعرف يعامل اولاده معامله طيبه، هيعرف يعامل جيرانه معامله طيبه، مهم جدا ان احنا ننشئ كتاتيب انا يعني كنت ارى في الفترات الماضيه في القرى زمان كانوا ناس بيتنافسوا في تحفيظ اولادهم القران، كنت ترى في كل شارع كل حاره كنت تلاقي كتابين ثلاثه. ناس بيتنافسوا بتحفيظ كتاب الله وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى احنا دلوقتي بقينا اهتمينا قوي بالمدارس الاجنبيه والجامعات الاجنبيه ونسينا ان احنا مهم جدا احنا نحفظ ولادنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى عشان نقضي على التطرف باسم الدين او سوء فهم الدين خصوصا اذا علمنا ان الانسان الحافظ القران لا يعرف التطرف على الاطلاق لانه يكون ربانيا ويكفي انه يحمل بين جوانحه كتاب الله سبحانه وتعالى ويعرف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام بنبقى سعداء جدا لما بيكون هناك تواصل من عده محافظات كنا الان بنتكلم عن مسجد السيده زينب بدمياط الجديده امام جامعه دمياط في منطقه المستثمر الصغير وشفنا قد ايه في منطقه مزدحمه بالسكان والناس مش لاقيه جامع يصلوا فيه عشان يصلوا في اقرب مسجد من هذا المسجد اللي شفنا الصبغه الخرسانيه بتاعته بتتم بيدفع 100 جنيه مواصلات. ننتقل بقى من دمياط الى الدقهليه واحنا بنشكر جدا جدا اهالينا في كل المحافظات اللي بتواصلوا معانا في الدين والحياه عشان ده بينم الناس مهتميه انها تزور بيت ربنا انها تصلي في الفرائض الخمسه تستمع الى الدروس الدينيه اللي موجود اماكن لتحفيظ القران الكريم ومن دمياط الى الدقهليه وتواصلوا معانا اهالي قريه ديميشيلت مركز دي كيرنس بالدقهلية بيقولوا ان هذا المسجد اللي بنتكلم عنه مسجد الصفا والمروه بالفعل اتهد ومحتاجين عمليه احلال وتجديد لون هو المسجد الوحيد الموجود في القريه مركز ديكيرنس بمحافظه الدقهليه والمشكلة في ان هو المسجد الوحيد الموجود في هذه القرية وبيخدم اكتر من 5000 مسلم كانت مساحته 350 متر في 150 متر مجاورين له عايزين نعمل عملية حلوة وتجديد ونكبر بيت من بيوت ربنا بنكبره هنكبره مش بالكلام بس اكيد آه والتعاطف برضه مش كفاية محتاجين مساهمة وايجابية من حضراتكم تعالوا مع بعض نشوف مسجد الصفا والمروة بمركز دي ميشيلت بمركز دكارنس قرى دي, دي ميشيلت مركز دكارنس بالدهلية وراجعين مع حضراتكم نشوف نقدر نساعدهم ازاي تفضل شاهدنا سويا مسجد الصفا والمروة بدي ميشيلت مركز دكارنس بالدهلية وشفنا ان هو بالفعل تمت عملية الهدم محتاجين نحن نوسعه المساحة اللي كانت موجودة عليها المسجد قبل كده 350 متر في 150 متر اهل الخير اشتروهم وبالتالي بقت المساحه 500 متر محتاجين سريعا ان نعمر بيت من بيوت ربنا للاسف الشديد مش تم اغلاقه بس ده تم اغلاقه ثم هدمه وشفنا الانقاض محتاجين عمليه اعاده البناء مره اخرى. خلينا نتكلم هنا عن تعمير المساجد، هل المقصود بيها ان احنا نبني المسجد نبني بيت من بيوت ربنا ولا نعمر البيوت يعني احنا نزور البيوت ونرتاد البيوت دي ونصلي فيها ونتعبد فيها. طب دكتور وهدان الضيف الكريم تعمير المساجد مقصود بيها ان احنا نعمر زي ما بيقول لك ايه لا عمر بيتك. يعني نعمر المسجد ده نصلي فيه بس ولا كمان ان احنا نساهم بشكل او باخر في اعميه الاحلال والتجديد. شوف بارك الله فيك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامه ويقول اين جيراني؟ اين جيراني؟ فتندهش الملائكه وتتعجب وتقول له يا ربنا ومن ذا الذي ينبغي له ان يجاورك؟ فيقول الله عز وجل اين قراء القران واين عمار المساجد؟ فالذين قرأوا القرآن وعملوا بما فيه جرى ربنا سبحانه وتعالى وعمار المساجد الذين أنفقوا أموالهم في تعمير بيوت الله أولا الذين يعني عمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بأموالهم وغسلوا أو بأنفسهم أو بجهودهم والذين عمروا بيوت الله أيضا بالذكر أنهم حريصين يا دكتور أحمد على الصلاة داخل المسجد خصوصا إذا علمنا أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أي صلاة الفرد ب 27 درجة أنت لما تنزل من بيتك مش بتاخد بس ثواب الجماعة أنت تاخد الطريق له أنت كل خطوة بتخطوها حط الله بها عنك سيئة وزاد الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك والحسن عند الله بعشرة أمثالها لما تدخل المسجد وتذكر الله وتصلي مع, مع, مع الناس أكيد ربنا سبحانه هيكرمك وهيرضى عنك وتاخد ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى وربنا أكيد هيكرمك في الدنيا والآخرة لأنك حافظت على الصلاة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حافظ على الصلاة كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة فاللي يا جماعة أيها الأحبة المشاهدون يبقى إيه جرب ربنا بقول لكم اللي عايز يبقى ربنا يوم القيامة ينفق ماله في تعمير بيوت الله وينفق وقته في تعمير بيت الله ويكثر من الذهاب للمساجد قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد يعني بروح مساجد كثير فاشهدوا له بالإيمان يعني اشهدوا له بكمال الإيمان إن الإنسان لما بيدخل بيت ربنا سبحانه وتعالى ويصلي لله سبحانه وتعالى بيبتعد عنه أكيد الشيطان الرجيم وبالتالي تبقى حياته آمنة مطمئنة وانت عارف حياتك كل المصائب والمشاكل بتأتي من وسوسة الشيطان الرجيم طب كان بنتكلم عن اهميه اخراج زكاه المال والصدقات الجاريه عايزين نعرف برضو هل الانفاق والمساهمه في عمليه احياء وتجديد لمثل هذه المساجد ده يعد مصرف من مصارف زكاه المال ومن الصدقات الجاريه والدين بالقران والسنه يا في حياتك هو اكيد مصرف من مصارف الزكاه واللي ولسه قايل لحياتك يعني منذ قليل وفي وفي سبيل الله هذا بند من بنود الزكاه فانا مطلع فلوس في سبيل الله ده يعني في اي مشروع خير يعني في سبيل الله ده مصرف من صرف زكاه المال اللي هي المساجد بقى المال مصر في مصر ينفق, نعم. في ينفق في المسجد والمسجد ينفق في سبيل الله المسجد ده في سبيل الله ده بتعمل الجامع ده عشان ربنا سبحانه وتعالى هل ده بقى يعتبر صدقه؟ ولا يعتبر زكاة يجوز مم. من الاثنين لو صدقة ما فيش مشكلة ولو زكاة أيضا ما فيش مشكلة مم. بطلع اللي عنده اللي عنده ما زاد الزكاة واجيبها في المال بشرط إن المال يكون زائد عن الحاجة مم. بطلع اتنين ونص في المية يعني ايه اتنين ونص في المية يعني كل الف, الف, ألف جنيه دكتور أحمد كل ألف جنيه كم خمسة وعشرين جنيه كل مية جنيه اتنين جنيه ونص اطلعهم لربنا سبحانه اذا حال عليها الحول نعم. طاعة لله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث احدثكم بهن حديث صدق ثلاث حاجات بكلمكم عنهم بجد ما نقص مول من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة وما فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر يعني واحد صحته كويسة كده يروح يشحت دول للناس يفتح الله عليه باب فقر لان العمل حق والعمل عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى طب احنا دلوقتي بنتكلم عن مصارف زكاة المال هل الانفاق والمشاركة في عملية تحليل وتجديد المساجد يعد مصر من مصارف زكاة المال وصدقات تضيف الكريم قال اه السؤال بقى الاهم طب دلوقتي انا استنى شهر رمضان الكريم زي ما معظمنا بيعمل للاسف الشديد ويعتمد على شهر واحد فقط فنخرج زكاه مالنا فيه والصدقات الجاريه ويقول لك في هذا الشهر بقى ربنا بيبارك اكتر وبيضاعف الاف المرات الثواب ولا ان احنا ممكن لما نشوف مشهد من المشاهد دي ان بيت بيوت ربنا بيتهد والناس محرومه انها تصلي فيه وبتصلي في الشارع ورمضان داخل علينا فنقول لا ممكن من دلوقتي نساهم من زكاه مالنا. يجوز من دلوقتي ان احنا نساهم لاموالنا ويجوز اخراج الزكاه مقدما، يعني لو انا هطلع اطلع الزكاة مثلا في شهر خمسه اللي جايه ممكن اطلعها من دلوقتي عندما ارى هذا المشهد او مشهد هذا مثل هذا المسجد فانا اطلع الزكاة عشان بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى خصوصا ان رمضان قادم ده اقل من شهرين اقل من شهرين ورمضان قادم صحيح يا دكتور احمد في ناس تعودت انها تطلع الزكاه في اول رمضان تقول لك الزكاه في رمضان لها ثواب عظيم، نعم لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى لكن عند الضروره لما تكون في ظروف زي ظروف كورونا الان اما يكون في مسجد تهدم زي ده يبقى نطلع الزكاه بتاعتنا مقدما طاعه لله سبحانه وتعالى لان احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى واللي امرنا بالزكاه هو ربنا سبحانه وتعالى لنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يعني ادفعوها مش قل... ادفعوها بطيب نفس ادفعوها طاعه لله سبحانه وتعالى خاصه اذا علمتم ان كنت عندما يعني دي يعني تقفون بين يدي الله سبحانه الواحد يتحط في تربته يا دكتور احمد هيقول آه. له ربنا رجعني ليه بقى؟ م. ليه عايز يرجع ليه؟ هيقول له ربنا ايه؟ فاصدق واكن من الصالحين، ما يقولش اصلي، ما يقولش اصوم، لا ما قالش ازكي كمان يعني الصدقه،, عن الصدقة. ما اتكلم عن الصدقه م. ما قالش اتكلم عن الصدقه، ما قالش ازكي كمان قال الصدقه، فاصدق م. ليه؟ لما يرى من ثواب الصدقة لأن المسلم يوم القيامة تحت ظل صدقاته لأن المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقاته وهتبقى اشتدن الشمس من رؤوس العباد فتأتي الصدقة فتحجب أشعة الشمس عن صاحبها فلا يعاني من أي شيء ويكون في رضوان الله وفي معية الله سبحانه وتعالى إذا المساجد اللي شفناها دي كلنا مسؤولين عنها نجحنا أو فشلنا في إتمام عملية أه سرعه البناء واحلال والتجديد وانتهاء من الصبه الخرسانيه كل ده بيتوقف على مساهمات ومساعدة حضراتكم والايجابيه يعني اللي ما شفناش يا ريت تقولوا لهم وتبلغوهم ان في دمياط في مسجد السيده زينب آه عندي الصفا والمروه ومركز دكرنس بيت ودي نقطه بقى مهمه هنتكلم فيها وهي فكره طب السيدات بيعود عليهم النفع ازاي من وجود مسجد من مساجد بيت من بيوت ربنا كان مغلق أو كان مهدود أو ما كانش موجود ده هيعود على السيدات إيه اللي هتستمع إلى درس اللي هتصلي في الجامعة وتاخد عيالها وهي رايحة فتعودهم على الصلاة في المساجد أه وجود المسجد في الأسرة المسلمة ممكن يعمل إيه شوف يا دكتور أحمد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يعني المرأة هي نصف المجتمع زي ما إحنا بنقول وهي تربي أيضا النصف الآخر إذا فالمرأة هي المجتمع كله. فإذا صلحت صلح المجتمع. وإذا فسدت فسد المجتمع. أهمية إنشاء مكان أو مصلى للسادات تجتمع فيه السادات ده ضروري جدا. لأن المرأة برضو من حقها أن تتلقى العلم وأن تأخذ فيه العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يعني المرأة أيضا من حقها أنها تعرف علوم الدين. وما الى ذلك، السيده عائشه رضي الله عنها قدمت خدمات جليله للمراه في فقه المراه تحديدا عندما كانت يعني النساء ياتين اليها فيسالنها فكانت تجيب بما فتح الله عليها ومما علمه اياها المصطفى صلى الله عليه وعلى وصحبه اجمعين. ورسوله قال لنا في حديث صحيح واضح جدا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يعني ما تمنعوش المراه من الذهاب للمسجد اذا التزمت بالاداب الشرعية الضرورية لها المرأة لما تروح الجامع بقى إيه اللي هيحصل لها وهتعلم ولادها أمور دينهم هتعرف تعامل جوزها معاملة طيبة هتبقى عندها يقين عندها يعني رضا بقضاء الله وقدر لو جوزها عنده ظروف صعبة وتعصر يمكن حد يقول لها كلمة طيبة في داخل المسجد لما تستمع للدروس والمواعظ الدينية لما أه. تذهب للمسجد وتستمع لهذه الدروس اكيد هتبقى أه. انسانه فاضله أه. تؤدي دورها جيدا في خدمه مجتمعها. في نهايه اللقاء وقتنا خلص والحلقه خلصت ولكن منتظرين الاتصال بالارقام التليفونيه اللي موجوده على الشاشه عشان نسارع بسرعه وننجز في عمليه احلال وتجديد هذا المسجد مسجد الصفا والمروه. بمركز دكيرنس بمحافظه الدقاليه في نهايه اللقاء بشكر ضيف الكريم العالم الازهري القدير دكتور محمد وهدان بشكره جدا يا دكتور شكرا جزيلا بارك الله فيكم وفي نهايه اللقاء بطلب من حضراتكم مره تانية الايجابيه والمشاركه الفعاله ممكن ناس كتير ما تكونش عارفه ان اهالي هذه القريه محتاجين جدا جدا هذا المسجد اللي هو المسجد الوحيد الموجود في القريه اللي مساحته 350 متر والمفروض لما يتبني يكون مساحته 500 متر كده خلصت حلقتنا النهارده من الدين والحياه مع تحياتي انا احمد عبدون